احنا معروفين في رمضان بليالي المقامات الروحية التي أسستها، واحنا بنستعد للدورة العاشرة، 10 سنوات الحمد لله من النجاح الجماهيري الكبير ده، بالتعاون مع مكتبة اسكندرية بيت السناري بالسيدة زينب. واحنا متعودين الحقيقة كل سنة بنقدم ليالي المقامات الروحية فرق متميزة جدا، ومعانا سوريا، وعملنا يوم في قبة الغوري، وقبة الغوري معروف ان انا اسست هذا المكان فنيا عام 2006، وانا قمت بوضع المنهج والفلسفه الخاص بقبة الغوري. فبناء على طلب الجماهير طلبوا قالوا لازم انك انت تيجي تعمل حفله في بيتك اللي هو قبة الغوري. في كل مناسبه بيبقى ليا برنامج خاص بيها، رمضان بيختلف عن مولد النبوي الشريف، ولكن في الإطار العام هو يعني فن السماع إنشاد. عام 2006 لما توليت مركز إبداع قبة الغوري ووضعت في فلسفة خاصة بمكان أهمها إن اللي بقى مركز لفن السماع، أسست فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية وفرقة رسالة السلام وفرق أخرى كتير. وبعد كده سافرنا قدمنا حفلات هنا حياة كتير جداً، ثم سافرنا إلى أكبر كنائس العالم، لأن لم أكتفي بالتراث الإسلامي ولكن هناك أيضاً التراث القبطي من خلال فرقة رسالة السلام الدولية اللي هي معروفة وليها مكانة دولية على مستوى العالم. ورحنا النمسا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، الصين، الفاتيكان، إنجلترا. يعني الحقيقة قدمنا أنشطة هائلة ورائعة جداً، يعني عاوز أقول لك كانت ليها صيت جامد جدا على المستوى الدولي في العالم كله. عاوز اقول لك ان احنا اول فرقه، ما كانش فيه فرق انشاد كتيره، يعني الفرقه اللي هي فرقه السماع تعتبر من اوائل الفرق اللي هي يعني اشتغلت في المجال ده. وخرجنا، شوف بقى، من 2006 23 خرجنا اجيال واجيال من الاصوات، بقوا معروفين جدا على مستوى مصر والاسماء معروفه وهم معروفين يعني، ولا زلنا مستمرين. انا هقول لك مقوله قالها السيد عمرو موسى، وراجل انا بعتز بيه جدا الحقيقه، لما شاف رساله سلام وكان بحضور الدكتوره فايزه ابو النجا هنا في القبه، انفعل وقال احنا بقالنا 30 سنة و40 سنة عمالين نعمل مباحثات ومداولات، انتوا جيتوا في 45 دقيقة لميتوا العالم. طبعا دي بالنسبة لي كانت شهادة كبيرة جدا، وبالتالي تحقق الهدف الأساسي من رسالة سلام. ورسالة سلام احنا بنستعد لقافلة السلام مرة أخرى، إن احنا نروح أوروبا. العالم كله ملتهب، العالم كله محتاج إلى إزاي يفهم معنى المحبة، معنى التسامح، معنى السلام. يعني مهرجان سماع، مهرجان بيمتاز بالورشة الدولية الدائمة اللي أنا أسستها، إن كل دول العالم بتشارك في ورشة فنية وحوار فني بديع بعمله مع الجمهور. يعني بيكون تقاعد سنتك 20 دولة ومسرح وجمهور، وأنا بعمل معاهم ورشة قدام جمهور في حوار فني الحقيقة بيؤكد على التواصل الإنساني بين شعوب العالم. بطمح في تحقيق يعني آمال أخرى وأهداف أخرى، وعندي أحلام كتيرة جدا جدا. على فكرة الحلم لا ينتهي والإبداع لا ينتهي وليس له سقف، ولذلك أنا بحلم وأحاول إن أنا في كل لحظة أقدم الجديد والجديد والجديد. مصر محتاجة لهذا الإبداع، لأن مصر ثرية جدا بعمقها الحضاري والثقافي. كل الحفلات تقريبا كل حفلة لها طابع خاص، والأصل فيها هو الجمهور. الجمهور هو اللي بيحل أي حفلة، والدكتور انصار فتاح هو يعني خرج بره الإطار ده وإطار الكلاسيكي، وعمل لنا حاجة اسمها كورال الجماهير. فاحنا بقينا يعني ما تعرفش مين الجمهور ومين الفرقة، ففي التحام كبير قوي بين الفرقه بين الاثنين. وكان انصهر الكيان ده برؤيه الدكتور نصر عبد الفتاح، انه قدر يكون حاجه اسمها كورال الجماهير. من قبل كان عامل حاجه اسمها ورشه الغوري،
كان بيسعى يقدم فيها بعض النماذج من ارياف مصر واقاليمها، وشاركنا معاه في مهرجانات كتيره خارج مصر وداخل مصر. احنا خارج مصر لسه جايين من شهرين ثلاثه، كنا في مهرجان البورده في ابو ظبي، وكان معانا 5 فرق على مستوى العالم. كان معانا السنغال، وكان معانا المغرب، وكان معانا تركيا، وكان معانا فرق جميله جدا. قدرنا نعبر على الفن المصري خير تعبير، وقدمنا الانشاد الصوفي في شكله الكلاسيكي وشكله الحديث بين الهارموني والتوزيعات واللاينات والترانيم والتراتيل والانشاد الديني، وحتى الانشاد الديني نفسه قوالب مختلفه. قدمنا القالب الانشادي الكلاسيكي، وقدمنا القالب الانشادي اللي بيحاكي المدارس المصريه المختلفه على انواعها، زي النوبه وزي الصعيد اللي هو الانشاد الشعبي، اللي زي السيره اللي مقدمينها ديت من الانشاد الشعبي والتراث الشعبي، والانشاد الكلاسيكي بين قوسين الحاجات المشهوره النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار، والحاجات اللي هي التقليديه اللي بتقدم. فدكتور صلاح فتاح عامل توليفه كبيره جدا بين الـ كل هذه القوالب، وقدر يقدمها كوجبه دسمه للشعب والجمهور. وان شاء الله يعني نسعى ان احنا نطور في نفسنا باستمرار. يعني طبعا الانشاد الديني في شهر رمضان له طابع خاص. الشعب المصري اذهانه دايما متعلقه بالشيخ نقشبندي، اذهانه متعلقه بقران المغرب بتاع الشيخ محمد رفعت وابتهالات الشيخ النقشبندي. وكذلك الانشاد الديني له طابع خاص في رمضان، لان الشعب المصري يعني له عجينه مختلفه، عجينه مختلفه، له طبيعه مختلفه. الانشاد الديني بالنسبه له هو يعني جزء من حياته اليوميه، خصوصا الارياف والنجوع والسواد الاعظم من المجتمع المصري اللي عايش في الصعيد وفي الارياف، متاثرين جدا بالانشاد الديني في الحضرات، ومتاثرين بيه جدا في الابتهالات اللي بتتقال في المسجد. فالانشاد الديني له طابع خاص، فبالتالي الانشاد الديني لما نيجي نقوله في رمضان بيبقى له طابع خاص، لان احنا بناخد الطاقه دي من الجمهور، والجمهور هو اللي بيعبر يعني اكتر مننا، لانه بيتفاعل معانا مع الحاجات اللي بنقولها وبنكررها يعني. والرعيل الاول من المبتهلين والقراء هم اسسوا دوله القران الكريم، واسسوا دوله القراءه ودوره الابتهالات كمان. يعني الشيخ علي محمود من البدايات، بعد كده جه معاه الشيخ ابراهيم الفران والشيخ طه الفاشني، ومرورا بالنقشبندي ونصر الدين طوبار والشيخ الطوخي، الى ان انتهينا. الفتره الاخيره الانشاد الديني كان يمر بازمه، أزمة حقيقية في ظل وجود الفنون الأخرى اللي هي اكتسحت المجال وبقت هي اللي في الصورة ومتصدرة المشهد. الإنشاد الديني مؤخرا بفضل فرقة سماع، وبفضل فرق كتيرة قوي ظهرت، وكلها بالمناسبة من عباءة فرقة سماع، بدأوا يعودوا بالإنشاد الديني إلى الصدارة. إن احنا كنا دولة رائدة في الإنشاد الديني، تفوق علينا مؤخرا للأسف المغرب مثلا وسوريا والكلام ده كله، وبالمناسبة ما كانوا واخدين التراث المصري وغيروه وعملوه وغيروا لونهم وبقى اشبه بيهم، لكن هو في الاصل هو فن مصري بامتياز، وصدرناه للعالم الاسلامي كله. الانشاد الديني في مصر مؤخرا بيتعافى بفضل فرقه سماع، وبفضل الافكار الجديده، وبفضل فرق كتيره كمان بتسعى على نفس المنهج. يعني من عباءة سماع خرج فرق كتيره جدا، اللي هي تقريبا كل الفرق اللي عاملها على الساحه دلوقتي تقريبا 90% منها خارجين من المدرسه ديت. ان شاء الله نحاول نقدم الافضل ونعود بالصداره مره تانية بالفن الانشادي كما كان في السابق يعني.